طب القطاع ده ناقصه يا دكتور؟ احنا اقوياء جدا في الخضار المجمد، و70% من الشركات اللي مشاركه من 60 شركه شغاله في الخضار المجمد، ناقصنا ايه تاني؟ لا ناقص حاجات كتير. طب قول لي. اولها التنسيق والغاء العشوائيه. يعني هدي لحضرتك اكزامبل بسيط جدا. من في العالم يزرع ويصنع ملوخيه غير مصر؟ مفيش. ليه هي بتتباع بتراب الفلوس؟ انت اللي جاوبنا يا دكتور، انت اللي خبير تصدير. لان النهارده بقى الشركات كلها بتتنافس على الخساره، على الخساره، بيبيعوا تحرس من بعض، في حين ان اصلا بره هذا المربع المصري لا يوجد شركه اخرى ممكن تنافسك في العالم في هذا المنتج. تمام، وعليه طلب، وعليه طلب. فالنهارده ليه ان الشركات كلها ما تتفقش ويتعمل كود اوف اسكس؟ تمام، والله يا جماعه احنا المنتج ده هيبقى سعره كذا، سعر عادل يسمح للشركات انها تبيع كويس وتكسب كويس وتشتري من الفلاح. مش ده دور المجلس التصدير يا دكتور؟ مجلس تصديري شويه، الصناعات الغذائيه، الصناعات الغذائيه شويه، وزاره الصناعه شويه، وزاره الزراعه شويه، هيئه سلامه الغذاء شويتين. تمام، ومفيش حد تمام رايح دايركتلي على الكورف بروبلم، على 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 المشكله ويواجهها. كله بيتعامل على شويه قشريات من بره ومصر ان هو يتنيه في شويه القشور دي، ما بيخش على الموضوع. تمام، ده واحد. اتنين، النهارده من العقبات الرئيسيه اللي موجوده عندنا عدم فهم بعض الهيئات والجهات في مصر لوظيفتها الحقيقيه. تمام، زي ما كنا بنتكلم دلوقتي على موضوع هيئه سلامه الغذاء. تمام، هيئه سلامه الغذاء هي منوطه اولا بصحه المصريين، صحيح، تمام، او ما يصنع داخل مصر، سواء بقى كان هيتاكل جوه مصر او هيتصدر بره مصر. تمام، لماذا هيئه سلامه الغذاء سايبه كل ما يحدث داخل مصر وحاطه كل الكونسنتريشن بتاعها وكل تركيزها على ما هو يخرج للتصدير؟ تمام، وكان ال 120 مليون بني ادم اللي عندنا ولا ال 110 مليون بني ادم دول ما لهمش لازمه، في حين ان هذه الهيئه اصلا وظيفتها الرئيسيه هم دول. الهيئه خلي بالك يا دكتور بتقوم بمجهود كبير، خلينا محايدين، ومجهود بيتبذل لحمايه السوق المحلي، ومطلوب منها برضو النظر للسوق الخارجي عشان حمايه سمعتنا. حضرتك ملتزم في غيرك مش ملتزم. على عيني وعلى راسي، بس النهارده بما لا يخل. يعني ايه؟ يعني اصلا النهارده المفروض ان التصنيع الزراعي هو الخطوه الاخيره في العمليه الزراعيه. تمام، فلا ينبغي ان يحاسب المصنع الزراعي على اخطاء كل من سبقوه. انما لما يبقى فيش في مصر 1% و2% من الناس مكودين، تمام، وانت المكودين كل انتاجهم دول ما يكفيش يشغل ربع مصنع من هذه المصانع اللي موجوده، ويبقى مطلوب مني ان انا ما اصدرش وما اشتغلش الا لو اخدت من الناس مكودين، ده نوع من انواع العرقله للعمليه. انا موافق على فكره على هذا التصحيح، بس ياخد وقته وياخد مراحله الطبيعيه.